أنا هنا لأخبركم عندما ينتهي فرز الأصوات سنكون الفائزين. لقد فزنا في ويسكونسن ب20,000 صوت ونحن متقدمون في ميشيغان ب35,000 صوت وبفارق أكبر من ذلك الذي فاز به ترامب عام 2016. ولدي شعور جيد جدا بشأن بنسلفانيا ونربح 78% من الأصوات بالبريد. ما هو مهم بالنسبة لي هو أننا فزنا بالأغلبية بين الشعب الأمريكي والأعداد تكبر وأنا فخور بما تحقق. ترامب في المقابل أكد مجددا أنه هو الفائز في هذه الانتخابات إلا إذا سرقوها منه، هكذا قال دونالد ترامب متهما الديمقراطيين بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، لكن دون تقديم دليلا على ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ ساعتين تقريبا أو أقل من الآن. لكن ترامب أضاف أيضا في هذه الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، أضاف أنه إذا تم احتساب الأصوات غير القانونية، يقول غير القانونية، فستسرق منه الانتخابات، مشددا على أنه إذا تم احتساب الأصوات الشرعية سيفوز بسهولة على حد تعبيره رئاسة. If you count the legal votes, إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فأنا سأفوز بسهولة، والفوز بانتخابات الرئاسة سيكون محتوما، ولكن إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية فستسرق من الانتخابات. لقد فزنا بكل صوت قانوني تم احتسابه. من جهة أخرى أكد ترامب أنه لن يسمح بإسكات الناخبين وأن هدفه في كل هذا هو نزاهة الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية. وقال ترامب أيضا أن النظام الانتخابي فاسد والتصويت عبر البريد قد دمره. هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن نسمح للفساد بسرقة نتائج الانتخابات. الأصوات التي لا يزال يتم فرزها توحي بأن الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها منا، لكننا لن نسمح بإسكات الناخبين.